استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في الزراعة. ما هي الطباعة ثلاثية الأبعاد؟ الطباعة ثلاثية الأبعاد هي أحد التقنيات الحديثة التي تقوم بتحويل التصميم من الحاسوب إلى نموذج ملموس، وسميت بالطباعة ثلاثية الأبعاد لأن النماذج تكون على شكل ثلاثة أبعاد: الطول والعرض والارتفاع. ويمكنك طباعة تصاميم جاهزة من الإنترنت كموقع ThinkerFairs. الموقع يحتوي على تصاميم كثيرة جدا ومجانية، يمكنك البحث عن تصميم معين كالأشجار أو ما يرتبط بالجانب الزراعي. كما يمكنك بناء تصاميمك الخاصة من خلال برنامج TinkerCAD أو برنامج Fusion 360. برنامج TinkerCAD مخصص للأطفال والمبتدئين، يمتاز بسهولة استخدامه وبساطة أسلوبه. أما برنامج Fusion 360 فهو أحد أقوى برامج التصميم الهندسي للناشئة والمحترفين، ويمتاز أيضا ببساطة أسلوبه وإمكانيته العالية. نستخدم برنامج كيورا لتحويل التصميم من الحاسوب إلى صيغة قابلة للنمذجة في الطابعة ثلاثية الأبعاد، وتسمى مثل هذه البرامج بالقواطع أو سلايسر. وهنا نعرض لكم بعض النماذج التي صنعناها في مشتل زهرة الأرجوان. 1- مثبت الأغصان الضعيفة والمائلة في الركائز أو الدعايم، وأيضا أصايا الزراعية بأشكال هندسية مميزة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد ومفيد.